عماد، لو كان ما استمروش في هذه الفئات، هادو فئات خاصة الفئات العمرية الصغيرة هادو، ما نجنيوش في آخر المطاف. يعني ما تقدرش تكلم على اللاعبين في الصف الأول، يعني اللاعبين اللي يمثلوا المنتخب الأول، لأن لو تشوف المجموعة ككل نقول لك باللي كاين لاعبين غير متواجدين في القائمة، لأن الفرق تاعهم ما سمحولوش باش يكونوا في هذه الدورة هذه. كاين لاعب مرزوق، كاين لاعب طيار، كاين عدة لاعبين، واحد يلعب في سانتيتين، واحد يلعب في ليل، وفيه لاعبين آخرين ما كانش ما سمحولوش لحد باش يكونوا. لكن لو تاخذ المجموعة ككل، مجموعة عندها مستقبل كبير، وهذه المجموعة وهذه اللاعبين اللي تقدر تستمر فيهم. لأنه تقول لي أنه ربما تونس والإمارات وفلسطين وفرق ما راهيش فرق الإفريقية، صحيح، لكن لما تشوف المجموعة بديك الإرادة بديك العزيمة، اللحمة تتربى اللحمة في منافسة مهما يكون المنافس تقدر تفوز عليه، خاصة أن الدور أي مدرب يبحث عن اللحمة في مباريات ولو أنها مباريات أقل قوة، لكن يبحث عن تلك الروح، روح المجموعة. هذا هو الهدف الرئيسي تاع الناخب. هذا منتخب وطني، ما راهوش فريق لي يدرب يعني تدريب يومي، يعني كاين تربصات اللي دارهم. ولا تذكر في الحصة الماضية تكلمنا على إمكانيات التقريب المنعدمة، لكي لا نقول منعدمة لأن الناس ما يسمعوا فينا، وفي بعض الأحيان نحشم أنا نقول على بلادنا فئات مثل هذه ما يعطولهاش كاع رعايه، ما يعطولهاش كاع اهميه ومهمشين. صحيح، شفنا عبد الحق تكلم بتاثر كبير. لا نقولها ونسطر عليها بالاحمر، مهمشين. هاد الشباب هادو ولادنا، هاد الشباب تاوعنا، هاد الشباب هما اللي راح يمثلوا الجزائر في المحافل القاريه ولا ربما العالميه، ولا حتى راح يرفعوا العلم الوطني في بلدان اخرى ان شاء الله. المنتخب الاول لم يتاهل الى المونديال، نتمنى ان يتاهل ان شاء الله باذن الله، تكون رعايه تامه وتكون اراده من عند المسؤولين اللي راهم على راس الفيدراليه. نظن انه لازم اصدار تعليمات من المسؤول الاول على البلاد، لانه هادو يامنوا غير بهذا الشيء.